أنا استراتيجية بناء البرج للمجموعتين فيها الأسئلة، أنا حسأل واللي جاوب صح يقوم ببناء. ما هي الأداة التي نمشط بها شعرنا؟ المشعر. بسرعة. ما هي الأداة التي نغسل بها أسناننا؟ الفرشة. كم نغسل أسناننا في اليوم؟ فرشة. كم؟ فرشة. كم مرات؟ ثلاث. يلا تعالي بسرعة بسرعة. متى نستيقظ الصباح؟ الفجر. مبكرا او مبكرا؟ ممتازة. هل طاعة الوالدين واجبة ام لا؟ ولا لا اجل اجل. يلا وده. ما هو دعاء الطعام؟ اللهم بارك لنا فيما رزقت الوقت نعتاد نعتاد. ممتاز، تفضل يا يحيى. ماذا نقول بعد الانتهاء من الطعام؟ بسم الله الحمد لله. تفضلي. برج من الأكبر؟ برج المجموعة الأولى. تصفيق لها.